دي الحكايه. قلت لكم هنتكلم كتير عن مباراه ليفربول ومانشستر سيتي مع ناس عظيمه جدا بعد شويه، وهنتكلم طبعا عن الكلاسيكو كمان. الكلاسيكو النهارده كان حكايه. بس تعالوا نروح، بما اننا خلاص بعد غد الثلاثاء هنبدا الدوري المصري الممتاز. وحشنا الدوري، بيوحشنا دايما الدوري المصري. نفرح بقى بليفربول ومانشستر سيتي، ريال مدريد وبرشلونه، نتفرج على محترفينا الرائعين. كل ده حلو على جنب. بس الناحيه التانية الدوري بتاعنا ده ليه طعم كده، ليه طعم حلو بكل تفاصيله، بحلاوته، بمرأة كل حاجه. بس بيوحشنا الدوري المصري. راجع خلاص يوم الثلاث نعرف اخر تفاصيل عوده الدوري المصري الممتاز مع الدكتور شريف صالح، عضو رابطه الانديه المصريه. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير والله. اليوم اعلن الاسبوع الاول لجدول الجدول مباريات الدوري الممتاز والملاعب كمان، والصوره قدامنا اهي. هل خلاص الامور الخاصه بالاختلاف على الملاعب حسمت تماما؟ لا والله، في خلافات لسه على الملاعب. وفي ملعب المصري حتى الان لم تاتي الموافقه الامنيه لملعب المصري، في مشكله كبيره جدا في الشارع البورسعيدي بخصوص هذا الامر يعني. يعني طيب، يعني المصري المباراة القادمة حسب ما أنا شايف قدامي مع سيراميكا كليوباترا هيلعب في استاد الجيش ببرج العرب، هل ده ممكن يبقى فيه تغيير؟ هو حتى الآن ما جاتش الموافقة الأمنية، ولا المصري يعني مقدم على موافقة للعب في استاد السويس، وحتى الآن ما جاتش الموافقة الأمنية. كان في رفض من الجهات الأمنية للعب المصري على ملعب هيئة قناة السويس مفهوم في إسماعيلية. فتقدم المصري برضه بطلب إنه يلعب يعني في ملعب قريب شوية، ملعب السويس الجديد. وحتى الان لم تاتي الموافقه الامنيه. طبعا يعني انا اساسا في رابطه الانديه طبعا بمثل كل انديه مصر، لكن والمفروض ان احنا بنراعي حقوق الانديه، ونادي المصري من اهم الانديه، احد اهم الانديه في مصر طبعاً. وطبعا ليه مظلمه، والمظلمه انا شايف ان مطالبه عادله جدا ان هو يلعب في اقرب ملعب ليه. طبعا احنا بنحترم وجهه النظر الامنيه، لكن الامور المفروض ان هي تتغير، عشان احنا كمان بنسعى ان احنا دايما نرجع للاجواء الرياضيه السليمه ونفس التعصب والتشجيع السليم والتشجيع النظيف. لازم يكون في اجواء رياضيه تساعد على الاستقرار والامور دي. المفروض ان الكلام ده يتغير، وان نثق في جماهيرنا، وان احنا يعني يبقى مصري من حقه انه يلعب في اقرب ملعب ليه. لكن هو بقاله 10 سنوات او اكتر بيلعب في برج العرب، 400 كيلو رايح 400 كيلو جاي، وفي مخاطر امنيه على الطريق، واللعيبه في طبعا تكلفه ماديه كبيره وملل وخطوره. فمن حق النادي المصري فعلا انه يلعب على ملعب قريب من ملعبه لغايه لحين عمل الاستاد بتاعه. مفهوم. فيعني احنا بنحاول يعني بنقول ان احنا يا ريت الاجهزه الامنيه تعيد النظر في هذه القرارات، وتشوف حلول ممكن مع مجالس اداره النادي، مجلس اداره النادي المصري، مع الرابطه، اي حلول هي عايزاها واي متطلبات الامن عايزها هم، واي حد مستعد يوفي هذه الطلبات. فيا ريت يكون في تنسيق ما بين كل الجهات لحل مشكله النادي المصري. عظيم جدا. طيب، هل من الوارد تاجيل هذه المباراه، المباراه الاولى للنادي المصري، لحين وصول هذه الموافقه، ولا المباراه خلاص هتقام على استاد برج العرب؟ ده بقى راجع لاداره النادي المصري، هل هي هتطلب هذا الامر ولا لا. يعني اداره النصر كانت صرحت ان هي مش هتلعب على برج العرب، فاصبح في مشكله واقفه في الموضوع دلوقتي، قال يعني مستحيل نلعب على برج العرب. ففي مشكله كبيره دلوقتي هتحصل، لكن ده يرجع لقرار مجلس اداره النادي المصري. وانا سمعت ان مجلس اداره النادي المصري صرح ان هو مع الدوله وقرارات الدوله، لكن هو محتاج نظره لمتطلباته العادله. يعني دلوقتي لو النادي المصري طلب تاجيل المباراه هتوافقوا كرابطه؟ حتى الان احنا ما اجتمعناش مع بعض عشان نوافق او نرفض. احنا كان عندنا يعني مبدا ان لا لا لا, لا يمكن ان ناجل اي مباراه بعد الجدول ما يطلع الا لظروف قهره. وان كانت دي انا شايف ان دي ظروف قهره، وانا متضامن مع النادي المصري الطلبات. يعني انت حضرتك شايف انا قاعده الواحد يعني قاعده رابطه. فاهم لكن حركة. باقي اعضاء الرابطه ما نعرفش ليه. لكن حضرتك شايف ان دي تعتبر ظروف قهره؟ طبعا، لان هو يعني في مشكله كبيره عند النادي المصري ان هو اصلا ما يتمش على الملعب ده. يعني برضه يبقى في عنده مشكله ولازم تتحل، او على الاقل ممكن ما بعتتش موافقه للملعب اللي هو طلبه، على الاقل نشوف الـ 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 القرار ايه بالظبط. القرار لسه ما جاش، فالمصري من حقه يعرف القرار برضه.
طيب الناحيه الثانيه النادي الاسماعيلي برضو كان فيه كلام انه ما كانش عايز يلعب في استاد برج العرب وكان عايز مبارياته تقام في استاد الكليه الحربيه، هل وصلكم حاجه زي كده؟ وهل حتى الان برضو ما جتش الموافقه الامنيه للطلب بتاع الاسماعيلي، طلب الاسماعيلي وبالتالي هيلعب برضو على برج العرب بالنسبه لمباريات النادي الاهلي. والاسماعيلي عنده اي مشاكل في هذا الامر ولا ما بلغكمش؟ اعتقد مشكله يعني الاسماعيلي مش يعني مشكلته مش زي النادي المصري خالص يعني. فالامور هتمشي عادي تبقى في استاد برج العرب؟ ان شاء الله هتمشي عادي يعني.